بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكل في هذه الأيام خائف من خطر الموت هذا الفيروس الضعيف الذي قلنا انه جندي من جنود الله مسخر كعذاب على بعض الامم بسبب الفواحش والسيئات والظلم والبعد عن الله سبحانه وتعالى والكفر والالحاد وهذا الكلام انبانا به النبي صلى الله عليه وسلم انبانا ان هذا الطاعون هو رجز ارسله الله كعذاب على من كان قبلكم الكل خائف من هذا الرجز بالفعل فيه عذاب نفسي، الإنسان عندما يخاف من الموت هو نوع من أنواع العذاب النفسي الشديد جدا، قد يكون ألمه أكبر من ألم الموت نفسه، لذلك أيها الأحبة أنا أحببت اليوم أن أقدم لكم ماذا يقول القرآن عن موضوع الخوف من الموت. لماذا نخاف من الموت؟ هل ينبغي ان نخاف من الموت؟ في البدايه ايها الاحبه ينبغي ان نضع معلومه هنا في راسنا ان الموت مقدر على البشر قبل ان يخلق الله الكون. قبل خلق الكون، خلق الله اول شيء القلم. وامره ان يكتب كل شيء الى يوم القيامه فانت ايها الانسان مكتوب ولادتك ورزقك وعملك واجلك هو الموت قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إنك ميت وإنهم ميتون. نحن قدرنا بينكم الموت. هذه آية أيها الأحبة في مثل هذه الظروف ينبغي على كل واحد منا ان يتامل ما معنى نحن قدرنا بينكم الموت. ما معنى التقدير؟ طبعا افضل ما يفسر القران هو القران نفسه، الله تعالى يقول: "وخلق كل شيء فقدره تقديرا". اذا كل شيء بنظام محسوب. دائما كلمة التقدير والقدر في القرآن تعني النظام المحكم المقدر المحسوب بدقة المكتوب عند الله سبحانه وتعالى لا يخطئ وهو ما نسميه القضاء والقدر فالقدر ليس عشوائيا كما يظن البعض أيها الأحبة القدر مكتوب عند الله ومبرمج أشبه ببرنامج كمبيوتر فهذا الوباء عندما نزل على الارض انزله الله تبارك وتعالى من السماء قد يستغرب البعض هذه العباره هذا الفيروس موجود على الارض ربما تطور من فيروسات اخرى ولكن المعلومات التي يحملها هذا الفيروس التي تمكنه من اختراق الانظمه الدفاعيه الشفرات الرقمية الموجودة في خلايا البشر لا يقف أمامه شيء من الذي عرفه بهذه الشفرات وكيف يدخل ويتحكم بها لابد أن هناك من يتحكم بهذا الفيروس من الخارج وليس العملية ليست عشوائية إذا عندما نقول هو مسخر أو منزل من السماء يعني المعلومات التي فيه تدار من قبل الخالق عز وجل. تماما مثل اليوم هناك مركبه فضائيه او مسبار موجود على سطح المريخ. سمعتم بذلك اكيد. هل هذا المسبار يستطيع ان يعمل من تلقاء نفسه؟ لا يمكن. حتى لو وضعت له برامج سيعمل وفق هذه البرامج ويتوقف بعد ذلك لا يستطيع أن يقوم بأي مهمة جديدة الفيروس هذا يقوم بمهمة جديدة تختلف عن كل الفيروسات التي سبقته يعني دققوا أيها الأحبة الفيروس هو عبارة عن معلومة شريط دي إن آ شريط وراثي عليه شفرة مكتوبة ولكن ليس بحروف أو أرقام مكتوبة بشكل جيني جين يعني نوع من ال... الروابط الكيميائية المعروفة جيدا لدى من يدرس البيولوجيا وغير ذلك، هذه الروابط الكيميائية تشكل شفرة أو تشكل شريط وراثي اسمه دي إن إي، هذا الشريط أيها الأحبة هو شريط دقيق جدا لا يرى الا بالمجهر الالكتروني، وضعيف جدا ولكن فيه معلومات يستطيع ان يدخل الى الخليه ليتحكم ببرنامج عمل الخليه. اذا القضيه معقده جدا ليست مجرد كائن حي هكذا، فهذه المركبه الفضائيه الموجوده او هذا المسبار الموجود على سطح المريخ، اذا وضعنا فيه برنامج ثابت وتركناه، لن يستطيع ان يقوم باي مهمه اخرى الا اذا تحكمنا به من الخارج يعني نحن هنا على الارض في وكاله ناسا يرسلون موجات كهرطيسيه محمله بمعلومات او بشفرات خاصه تامر هذا الروبوت الموجود او المسبار الموجود على سطح المريخ ان يلتقط مثلا كميه من التراب وربما يقوم بتحليلها. فهذه العمليه التي يتحكمون بها من الارض اذا الروبوت موجود هناك على سطح المريخ ولكن من الذي يتحكم به؟ يتحكم به شخص من خارج المجال حتى يستطيع ان يقوم بعمله لان هذا الروبوت لديه سيواجه مفاجات كثيره ربما يجد حفر يجد جو فيه غازات معينه لا نعرفها فيه مثلا اتربه معينه، صخور معينه، اثار لمجاري انهار، اشياء جديده، لذلك لابد من وجود من يتحكم بهذا الروبوت او هذا المسبار من على الارض. هذا الفيروس ايها الاحبه من يتحكم به هو الله عز وجل، هو الذي يتحكم واراد لنوع من هذه الفيروسات أن يغير طريقة عمله ويضرب هذه الخلايا بحيث أنك لا تجد أي خلية تقف عائقا أمامه يستطيع أن يدخل ويتكاثر ما هو العائق؟ العائق الوحيد أمام هذا الفيروس أيها الأحبة طبعا اسمه اصبح مكرر جدا يعني هذا الكورونا امامه عائق واحد هو نظام معلومات الجسم يعني النظام المناعي النظام المناعي ايها الاحبه مهما كان قويا لا يستطيع ان يقف امام هذا الفيروس الا اذا كان هذا النظام المناعي قادرا على اكتشاف المعلومات الموجوده داخل هذا الفيروس ليحدد ان هذا هو عباره عن عدو ينبغي ان اتخلص منه. لذلك نجد الكثيرون يصابون بهذا الفيروس ويتكاثر لفتره ثم النظام المناعي يتعرف عليه بسهوله فيقوم بالقضاء عليه والانسان يمر باعراض عاديه مثل الانفلونزا او قد تكون أخطر بقليل ولكن بالنتيجة يتعافى عدد نسبة معينة من البشر بحدود واحد إلى ثلاثة بالمئة هذه النسبة لا, تست... لا... لا نظامها المناعي معلومات طبعا نحن نتحدث هنا أيها الأحبة عن حرب معلومات يعني إذا قلنا فيروس يعني معلومة نظام مناعي معلومات الحرب هي حرب معلومات فانت تخوض حرب معلومات بين المعلومات الموجوده لديك في نظامك المناعي وبين المعلومات التي يحملها هذا الفيروس وبالتالي كلما كان لديك نظام مناعي مجهز بمعلومات اكبر واعلى واقوى فانه يستطيع اكتشاف خطوره هذا الفيروس والتخلص منه بسهوله هذا النظام المناعي قلنا مرارا ان افضل تجهيز لنظامك المناعي بالمعلومات هو ان تستمع للقران الكريم وتطبق تعاليم هذا القران يعني مثلا التفاؤل هناك بحث علمي يقول ان التفاؤل وعدم الحزن، عدم الياس، عدم الاكتئاب من اقوى العوامل التي تنشط النظام المناعي لدى الانسان وتجعله قادرا على اكتشاف هذه الفيروسات. الله تعالى امرنا قال: ولا تهنوا، الوهن يعني الضعف، ولا تحزنوا لا اكتئاب، لا يأس، لا حزن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. <applause> اذا ايها الاحبه عندما تدرك في دماغك وفي داخلك ان عمليه الموت هي عمليه مبرمجه وليست عشوائيه سوف ترتاح نفسيا وتترك نظامك المناعي ينشط ويعمل ويرتاح ليقوم بمهامه بشكل أفضل <applause> وأنا أؤكد لكم أيها الأحبة أن الذي لديه الثقة بالله ولديه تفاؤل كبير ويلتزم بتعاليم القرآن ويستمع للقرآن باستمرار سيكون لديه نظام مناعي أقوى ليس ضد فيروس معين بل ضد كل انواع المرض او كل انواع البكتيريا والفيروسات وهذا راي انا است... يعني استندت اليه من القران الكريم الله تعالى يقول على لسان سيدنا ابراهيم واذا مرضت فهو يشفين رد الشفاء لله وليس للطبيب وليس للدواء والقران يقول ايضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة اذا الشرط لكي يكون القرآن شفاء لك الشرط الاساسي ان تقتنع وتؤمن بهذا القرآن وتطبق ما جاء فيه القضية ليست قراءة آيات فقط او استماع القضية أن تستجيب لهذه الأوامر وهذه التعاليم وتطبقها. الآن نأتي لموضوع الموت أيها الأحبه، أنا أحب أن يعرف كل إنسان يسمعني الآن أن الموت ليس له علاقة بالمرض. المرض شيء والموت شيء آخر. قد تجد إنسان.. فيه عشرات الأمراض ويعيش تسعين سنة ثم يموت في اللحظة التي قدرها الله له وقد تجد, تجد شابا صغيرا يموت بمرض بسيط أو بنوبة قلبية مفاجئة من دون أي سبب إذا القضية ليست قضية مرض الموت ليس له علاقة بالمرض لماذا؟ أولا القرآن يؤكد أن الموت هو نظام مقدر مبرمج، قال تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت أي نظمنا هذا الموت وفق عملية محددة مبرمجة محددة مسبقا. يعني ملك الموت الآن أيها الأحبة، لا ينتظر يجلس وينتظر حسب نظرية الاحتمالات، ملك الموت لا يعمل بنظرية الاحتمالات. لا ينتظر فلان حتى يصيبه هذا الفيروس فياتي ليقبض روحه عمليه الموت عمليه كما قلنا مبرمجه ومنظمه ومعقده وهناك رسل هناك ملائكه ستاتي لهذا الانسان هناك حساب يبدا منذ لحظه الموت الكافر يقال له في هذه اللحظه اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق المؤمن تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون السلام عليكم اذا ايها الاحبه الانسان عندما يدرك هذه الحقيقه يرتاح نفسيا انا ينبغي ان ادرك ان الله قدر علي الموت قبل ان يخلق هذا الكون وكتبه علي كما أنبأ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كنت جنينا في بطن امي. الملك يؤمر بأربع كلمات. عمله يكتب العمل، عملك مكتوب ورزقك مكتوب واجلك مكتوب وشقي او سعيد. شقي لا يعني تفهم انه شقي في الدنيا او سعيد في الدنيا، يعني الغني هو سعيد في الدنيا، لا لا. شقي اي من اهل الجنه او من اهل النار مكتوب هذا الكلام، ولكن هذا الامر يحتاج لشرح طويل يعني ليس ليس مكانه الان. محدد مصيره مسبقا. والله لا يظلم احدا. انت تختار الايمان او الكفر. الان لو جئنا باي ملحد الان وقلنا له انظر عذاب الله ينزل على العباد. انظر كيف اصبح وضع العالم الان وانت لا تعترف بوجود الله من الذي يمنعك لا احد يمنعه وهو يعترف يقول انا استطيع ان اعترف بوجود الله ولكنه يصر ويستكبر ويرفض ويجحد الخالق عز وجل فهذا الرجل لا احد يجبره على الكفر هو الذي اختار طريق الكفر ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا سيختار، لذلك كتب اختيارك مكتوب قبل ان تاخذ القرار انت بالكفر او بالايمان. الان ايها الاحبه هذه العمليه عمليه الموت كما قلنا عمليه منظمه مقدره من الخالق عز وجل. قد قد تكون اخر لحظه من حياتك نوبه قلبيه او سرطان. أو حادث لا قدر الله أو مثلا فيروس كورونا أو تكون مثلا أحدنا تنتهي حياته غرقا مثلا أو تنتهي حياته بنوبة قلبية أو جلطة دماغية أو كذا أو كذا أسباب كثيرة ولكن ليست هذه الأسباب هي التي تسبب الموت دققوا معي الموت مقدر مسبقا وملك الموت لديه ملفات جاهزه. طبعا ملك الموت لا يعلم الغيب ولكن في اللحظه التي ياتي اجلك فيها تاتي التعليمات لملك الموت ان يذهب الى هذا الشخص ليتوفى. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذا الملك موكل مهمته ان ينفذ البرنامج او التعليمات. اذا انا عندما اعلم ان اولا لا يصيبني الا ما كتب الله لي، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. واعلم ان ما اصابني لم يكن ليخطئني. الشيء الذي سيصيبني لا يمكن ان يخطئ. وكله بأمر الله وأعلم أن الله قدر كل شيء علي وأعلم أن الموت سيأتي في اللحظة المحددة ماذا يحدث في داخلي أيها الحبة هذا يعطيني ارتياح نفسي مع ضرورة الأخذ بالأسباب يعني الإنسان لا يذهب ويلقي بنفسه في التهلكة ثم يقول إن الله قدر علي ذلك لا أنت لا تعلم ماذا قدر الله عليك إذا أنا عندما استيقن تماما أن كل شيء مكتوب طبعا أنا لا أتمنى أن أموت على الكفر مثلا والعياذ بالله لذلك أتجنب المنكرات أتجنب الفواحش أتجنب الكذب أتجنب ظلم الناس أتجنب النفاق كل هذه الأشياء التي تهلك الإنسان و, و يعني تكبه على وجهه في نار جهنم يبتعد عنها فطريا بحكم الغريزه التي يحملها الفطره التي يحملها احدنا لا يتمنى ان يقذف في النار يكره ذلك وبالتالي بما ان المؤمن يكره الموت ولكنه يحب لقاء الله انا اكره الموت كفطره كغريزه لذلك آخذ بالاحتياطات والاسباب واطبق تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا على رأسها الطهاره دائما الطهاره ايها الاحبه لذلك النبي قال الطهور شطر الايمان يعني نصف الايمان في الطهاره لماذا هذا التأكيد؟ لماذا هذه الحقيقه التي او هذا التوجيه النبوي الذي اعطانا اياه نصف الايمان في طهارتك لان هذه الطهاره تجعلك سعيدا مطمئنا بعيدا عن الامراض، بعيدا عن المشاكل، بعيدا عن الفواحش لان الذي يرتكب الفواحش لا يمكن ان يكون طاهرا. الطهاره تعني الحفاظ على الطهاره تعني الحفاظ على الصلاه، الحفاظ على الاعمال الحسنه، اعمال البر الى اخره. عندما انا ادرك هذه الاشياء ايها الاحبه انه لن يصيبني الا ما كتب الله لي وان هذا الموت مكتوب ما الذي يحدث في داخلي؟ الذي يحدث ان نظام المناعه لدي سوف يرتاح ويعمل بكفاءه اعلى مما لو جلست وبدات بالخوف والتفكير وتنتابني حاله من الرعب. واخشى ان تصيبني مثلا مصيبه او كذا، وتجدني لا استطيع ان انام الليل كذا، هذا كله يدمر نظام المناعه، فاذا ما جاءك هذا هذا الفيروس سيجد نظام مناعه مدمر يسهل السيطره عليه. اما في حاله التفاؤل والفرح برحمه الله وان تدرك في داخلك انه لا يصيبك الا ما كتب الله لك، وأن الموت مقدر عليك عند هذه اللحظة ستجعل نظامك المناعي يرتاح ويعمل بكفاءة أعلى وربما تصاب بهذا الوباء ولا تشعر وقد يصيبك ويستطيع نظامك المناعي أن يتغلب عليه وتتخلص من هذا الوباء كله بأمر الله سبحانه وتعالى لذلك أحبتي في الله كلمة أخيرة لا تحزنوا لا تيأسوا لان في القران الكريم دائما كلمه تحزن يوجد قبلها لا راجعوا ايات القران لا تحزن لا تحزني لا تحزنوا دائما لا 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 دائما هناك نهي يدلك على ان المؤمن لا يحزن واختم معكم بقول سيدنا يعقوب عليه السلام نأخذ درس منه من هذا النبي الكريم الذي فقد ابنه سيدنا يوسف على مدى سنوات عشرات السنين غائب عنه وهو أحب أولاده إلى قلبه ثم فقد أخاه الذي كان يحبه كثيرا أيضا فقد ابنه يعني أخو أخ أخو سيدنا يوسف يوسف عليه السلام كل هذا لم ييأس ما هذه القوة قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه دققوا معي ايها الاحبه ماذا قال ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا فرحين برحمته عز وجل وان يبعد عنا الحزن واليأس وأن يعيننا أن ندرك ونستيقن أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته